طيب نروح منها لوزارة الإسكان. وزارة الإسكان تعلن عن فتح باب التقدم بأوراق إثبات الملكية بمدينة سفينكس الجديدة يوم الحد اللي جاي. أعلن المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أعلن فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود مدينة سفينكس الجديدة. وقال المهندس طارق السباعي تقدم الطلبات لجهاز مدينة سفينكس الجديدة بمقره القائم بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد على النموذج المعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، تقدم كل المستندات الدالة على الملكية، أصل الاطلاع مع الصورة، وبيرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض.